مساء الخير. هل تراجعت أمريكا عن خيار الحرب على إيران؟ هل هناك مشروع لتجويع الشعوب العربية؟ إنها تركيا الجديدة. هل سوريا مستعدة لتقديم هنا وثيقة خطية بشأن ترسيم الحدود ضمن إنجاز صفقة التبادل بين إسرائيل وحزب الله؟ من هي الجهة القادرة على ضبط الصراع بين فتح وحماس وحسمه لمصلحة فلسطين؟ برنامج في الممنوع مع كاترين حنا على الجديد.